بلدة شمالية تتربع على عرش جمال البلدات، وتستلقي على رابية هادئة من روابي جبل المكمل، إنها مزيارة. تقع مزيارة في محافظة الشمال، وتتبع إدارياً قضاء زغرتة. متوسط ارتفاعها عن سطح البحر 800 متر، تبعد عن العاصمة بيروت 94 كيلومتراً، وتبعد عن مركز المحافظة طرابلس 20 كيلومتراً، وعن مركز القضاء زغرتة 14 كيلومتراً. تصل إليها عن طريق زغرتة، فرحاتة، إعال، مزيارة، أو عن طريق أميون، كفر صارون، كفر عقة، بصرمة، بشنين، بسبعل، جديدة صغرتة، إعال، مزيارة، أو عن طريق الجرد من إهدن، فإشبع، فبصلوكيط، فتولة، فالبحيري، فحرف مزيارة، وأخيرا مزيارة. عدد سكانها تقريبا 4600 نسمة. وهناك أقوال واجتهادات كثيرة حول معاني اسم مزيارة. أقربها إلى التصديق والمنطق قولهم إنها كانت غابة جميلة أسطورية، يزورونها كما نزور اليوم الأماكن الأثرية والمزارات ذات الشأن. وكان في هذه الغابة مغارة صخرية جعلوها مزارا باسم السيدة العذراء، يضيئون فيه الشموع وأسرجة الزيت. فإذا التقيت واحدا تعرفه عائدا من تلك الغابة وسألته من أين آت، يجيبك من زيارة، أي من زيارة غابة السيدة العذراء. وككل اللهجات الشعبية تتطور ألفاظ وتتغير حروف، فتطير نون من ويصير الجواب مي زيارة ثم مزيارة. وهناك جذران ساميان، زور وزير، الأول يفيد الانحراف والميل والتغرب، والثاني الضغط والكبس. كانت مزيارة القديمة عبارة عن غابة كثيفة ملتفة الأشجار يكثر فيها الخنزير البري. لم تؤهل إلا في القرن 17 لما ارتحل من بكفية نعمت الله نعمة الأصل الجامع لعائلات مزيارة الأصيلة. بعد وصول نعمت الله نعمة إلى الشمال، سكن أول ما سكن عربة قزحية وخلف فيها ونمى، ثم انتقلت عائلته إلى سرعل، ومنها إلى إشبع التي لم تطل الإقامة فيها، فانتقلت إلى مزرعة صغيرة قرب بلدة سبعل، وكان اسم المزرعة رشتعموت، وهي كلمة سريانية معناها رأس الطعم أو رأس اللذة، وقد عرفت تلك المزرعة بلذة فاكهتها. وفيها، أي في تلك المزرعة، صار أولاد عمط الله نعمي 4: يونس، عبد الله، يوسف، وعبد الأحد. وفي رشتعموت بقيت عائلة عمط الله نعمي حوالي 70 عاما، لم تنمو ولم تتفرع، تقضي الشتاء والربيع والخريف في المزرعة، وتنتقل صيفا إلى إشبع حيث اشترت الجبل المعروف بجبل مورجرجس، وعلى ذلك الجبل بنوا كنيسة مورجرجس. وتطلب عائلة عمط الله نعمي من حكام جبة بشري، وكانوا من الشيعة، أن يمكنوها من السكن في حمايس الضيعة الأثرية، وفي الغابة التي تجاور حمايس والتي صار اسمها مزيارة. وكان لأبناء عمط الله نعمي ما طلبوا من حكام جبة بشري، فانتقل يونس وأهل بيته إلى حمايس، بينما يوسف وأخواه عبد الله وعبد الأحد وأبنائهم فضلوا الغابة التي أعجبهم موقعها ومناخها. فكان يوسف بن عمط الله نعمي هو واضع الحجر الأساسي الأول في عمران مزيارة كما يؤكد المؤرخون. وفي هذه الأثناء، في أيام الأمير يوسف الشهابي، جرت المساحة اللبنانية، فاختار الأمير يوسف آل كرم في زغرتة وآل عيسى الخوري في بشري، ووهبهم مزيارة وجواره. وأهل مزيارة في ذلك الزمان كانوا شركاء عند آل كرم وآل عيسى الخوري،
فكان على هؤلاء الشركاء أن يؤدوا كل عام 100 أوقية حرير من موسم المزيارة ونصف قنطار من الدخان، هذا فضلا عما كان عليهم أن يؤدوا من مواسم الحبوب والكل. ولعل هذا ما سبب خلافا حادا بين أهالي مزيارة ومشايخ آل عيسى الخوري، وصدر حكم غيابي يقضي بملكية الأراضي للمشايخ، فاعترض الأهالي على الحكم. وبهمة الخوري يوسف يونس، وهو جد الأديب المزياري يوسف يونس، تم تحرير البلدة من الإقطاع، فتسجلت على أسماء ملاكيها من الفلاحين. ويومها بدأت هجرة المزياريين إلى البرازيل، فسافر 70 مزياريا سعيا إلى دفع قيمة الصكوك التي وقعوها لقاء تملكهم أرض مزيار. أما يوسف الياس الخوري أبو حنة، والذي كان هو الضيعة كما يؤكد المعمرون المزياريون، فظل في مزيارة ومعه أبناؤه يمارس تشغيل عقاراته وأمواله، فيستدين من متمولي طرابلس ويدين أغوات الضنية، إلى أن جاء وقت عجز فيه الأغوات عن تسديد الديون نقدا فسددوها أرضا وعقارات. ومن العقارات التي سددها الأغوات مزرعة بشناتة، ومن ضمنها مرتفعات السواقي، اشتراها أسعد بيك كرم الزعيم الزغرتوي، واشتراها منه المزياريون فصارت مصيفا لهم. ومن بلوط سنديان بشناتة راح كل مزياري يملأ جرابا ويزرعه حول مزيارة، وعين يوم الأحد من كل موسم عيدا لزرع البلوط حول مزيارة. ومن تلك الأعياد أحاطت مزيارة غابات السنديان، وبدأ المغتربون المزياريون يجنون ثمار اقترابهم، فعادت أفكارهم وقلوبهم إلى مزيارة التي صار همهم الأول أن يجعلوا منها إحدى أجمل البلدات اللبنانية، إن لم نقل أجملها على الإطلاق. ولقد ارتبط اسم مزيارة ارتباطا وثيقا بالهجرة اللبنانية، فلا يؤتى على ذكر الاغتراب اللبناني إلا وتذكر مزيارة وأبناؤها الطيبون الميمون والطامحون العصاميون. ويشير المطلعون وقدام الجاليات اللبنانية في بلدان الانتشار إلى العام 1885 كتاريخ لوصول الياس الخوري يونس من حمايص مزيارة، وهو أول أبيض شرق أوسطي دخل نيجيريا، ويحمل إلى اليوم لقب كولومبوس مزيارة. أما أول لبناني وصل إلى البرازيل فكان يوسف موسي من آل الشدياق من مزيارة أيضا، وذلك عام 1880. تكثر الأعياد الدينية في مزيارة، ونذكر منها عيد القديسة ريتا في 23 أيار، عيد مار شربل في 31 من تموز، عيد مار رياس في 20 من تموز، عيد انتقال العذراء في 15 من آب، عيد مزار أم المراحم في 6 من أيلول، عيد ميلاد العذراء في 8 من أيلول، عيد مارت مورا في 25 من أيلول، وعيد مارسركيس وباخوس في 7 من تشرين الأول. وما ألذ أكلة الهريسة صبيحة يوم كل عيد.
ويعود تاريخ إنشاء أول بلدية في مزيارة إلى سنة 1800 قبل أن يعرف لبنان تقسيمه الإداري الحالي. وفي مطلع العشرينات زمن الانتداب الفرنسي المباشر شكل مجلس بلدي برئاسة ميشيل جبور الخوري المعروف ببؤيصر. أما البلدية الحالية فقد أنشئت بموجب القرار رقم 1371 تاريخ 2 كانون الأول سنة 1943، وعين الشيخ سليم العبد أول رئيس للبلدية بعد الاستقلال. أما الرئيس الحالي فهو السيد سيد حنا الشيغوري. نادي شبيبة مزيارة كانت انطلاقته الأولى في العام 1953، لكن الأحداث السياسية والأمنية التي حصلت في لبنان وتحديداً بين عامي 1957-1958 أدت إلى توقف نشاطاته، إلى أن أعيد في أواخر العام 1960 إحياء النادي من جديد. وبتاريخ 23 أيلول 1961 حصل النادي على علم وخبر من وزارة الداخلية تحت رقم 552. وتتوزع نشاطات النادي على ثلاثة فروع أساسية، هي الفرع الثقافي، الفرع الرياضي، وهنا نشير إلى أن فريق النادي بكرة السلة كان أول فريق بين الفرق الشمالية يرفع إلى مصاف أندية الدرجة الأولى في هذه اللعبة، والفرع الاجتماعي الذي يعنى بتنظيم حفلات وسهرات منوعة أبرزها الحفلة التقليدية الكبرى لمناسبة عيد سيدة مزيارة في 14 من آب من كل سنة. ومزار أم المراحم الذي تبرع ببنائه مرسال رامز الشيغوري فقد بني في قلب غابة السنديان عند مدخل بلدة مزيارة وعلى تلة مشرفة على الساحل والجبل معا، ويضم إلى جانب الكنيسة والبرج بيت العيلة وهو مأوى للعجائز ومشغلا لتعليم الفتيات فنون الخياطة والتطريز وصالة فسيحة للحفلات واللقاءات على أنواعها. وعند مدخله اصطفت تماثيل السيد المسيح وتلاميذه الاثني عشر والرسول بولس. كما أقيم إلى يمين المدخل مجسم لمغارة بيت لحم حيث ولد يسوع، وأقيم إلى يسار المدخل مصغر لنهر الأردن ويوحنا المعمدان يعمد يسوع، وإلى جانبهما وضع جرن العماد من صخور مزيارة حيث يتوافد المؤمنون ليعمدوا أطفالهم. يعتبر مزار أم المراحم من أجمل المزارات في لبنان والشرق إن لم نقل أجملها، وهذا بشهادة زائريه والعارفين. على الصعيد الصحي تأسس مستوصف مزيارة الصحي سنة 1987، وقد ساهم أفراد مزياريون عديدون في تمويله منذ إنشائه وما يزالون. وعلى الصعيد الديني تأسست أخوية الحبل بلادنس مزيارة عام 1856، وتقوم اليوم بنشاط اجتماعي ثقافي رياضي وفني. وعلى الصعيد التربوي شيدت في مزيارة ثلاث مدارس: مدرسة سيدة الانتقال لراهبات العائلة المقدسة المارونيات، تأسست سنة 1930، مدرسة مزيارة الرسمية وكانت تعرف بمدرسة المعارف وهي أول مدرسة رسمية في قضاء أزهرة الزاوية، تأسست سنة 1942، والمدرسة المزيارية التي تأسست سنة 1977 وسعت إلى محو الأمية من المجتمع المزياري.
أما على الصعيد الأدبي فقد برز في مزيارة أدباء وكتاب وصحفيون نذكر منهم: يوسف يونس المولود في حميص مزيارة سنة 1902، وكانت رسالته في هذه الدنيا أدبا شعرا وفنا، وكان مثله الأعلى جبران خليل جبران. فبأسلوب جبران تأثر في أول عمره، وانطلاقا من جبران قرر أن ينطلق. سنة 1953 ربح يوسف يونس الجائزة الأولى عن قصته مسبحة الراهب، والتي منحته إياها جمعية أهل القلم برئاسة الشاعر صلاح لبكي. وفي مرسم الطبيب والرسام إدمون قشوع في مزيارة اكتشف يوسف يونس أنه رسام، فبدأ برسم أيقونات كنيسة مارياس حمايص وصورها، وأتم صورة النبي إيليا التي ذهب الدكتور قشوع إلى الخدمة العسكرية الإجبارية في الجيش الفرنسي كونه يحمل الجنسية الفرنسية قبل أن يتمها، ولا تزال تتصدر الكنيسة حتى اليوم وتحمل توقيعي إدمون قشوع ويوسف يونس. توفي الأديب والرسام يوسف يونس سنة 1982. ومن أدباء مزيارة أيضا نذكر الصحفي يوسف اسكندر نصر، الكاتب سليم حبيس، الشاعر والرسام يونس الابن، الكاتب والمربي حليم دينا، الشاعر يوسف نعوم، والصحفي سركيس نعوم.